أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين في برنامج فنون وعيون. بهالبرنامج رح نطرح عليكم كل ما هو مفيد، كل ما هو مثير، وكل ما هو غريب في حياتنا. عيون هالبرنامج رح تغوص عميقا في المواضيع اللي بنحس إنها بتهمكم، بالمواضيع اللي بنحس إنكم حابين تعرفوا عنها أكثر. والأهم من هيك إنه من خلال هالبرنامج رح نلف معاكم حول العالم، نتعرف على حضارات جديدة، ثقافات جديدة، أماكن جديدة ما كنا نعرف عنها قبل هيك. لحظات ونبدأ فقرات برنامجنا، خليكم معنا. في فنون وعيون اليوم، الغش في المدارس والجامعات أقصر الطرق لتجاوز أزمة الحفظ، وإذاعة خاصة بالنساء في فلسطين، الرجل نصف المجتمع وليس العكس، من قال بأن الماء غير ثابت؟ الرسم على الماء فن جديد بحاجة لإبداع. وأخيراً، السحر خدعة أم حقيقة؟ مين منا ما كان الحفظ بالنسبة له عقدة الدراسة؟ مين منا ما أمضى ساعات طويلة وهو يحفظ بحدود الجغرافيا، سنوات التاريخ، أماكن الحروب، وبنتيجة الامتحان يكرم المرء أو يهان. البعض منا حاول يغش من اللي جنبه إذا ساعدته ذاكرته، البعض الآخر حاول يخبي ورقة في جيبته لتكون دليله للإجابة على الأسئلة المعقدة. بس طرق الغش اللي راح نشوفها في هذا التقرير أنا متأكدة إنها ما خطرت على بال حدا فينا. خلينا نشوف. عندي مشكلة بس بالمواد الأدبية اللي هي بتتطلب أني أنا قادر أحفظ النص كامل كلمة كلمة وإجي بالامتحان أتذكره. ما قدرت بالأول أتماشى مع هالموضوع، وكنت عم بالامتحانات كل علاماتي يعني ما دون المعدل. لما كنت أكتب بالمسابقات فهمي وتحليلي كان انصدم بالعلامة اللي أخذها. أحياناً أنا عم رتب مكتبه بجيابه بلاقي أوراق صغيرة ومكتوب عليها بخط كتير صغير، يعني ما أقدر أقرأ ولا بشكل. فكنت دايماً لاطفه، ماما لشو هالأوراق عم تكتبها؟ ماما لا تغش، لا تنكمش، بتتبهدل مشان كرامتك. مرة كنت فاتح على الإنترنت قدرت شوفها هالطريقة، إنه بيكتبوا على المغايطة، مغايطة بتكون عريضة شوي، بمطوها لما تمط المغايطة أنت فيك تكتب عليها بخطك العادي، بس لما ترجع المغايطة لحجمها الأساسي حيكون الكلمات مبينين مثل كأنه شحاويط أو خطوط مش مبينين، يعني منه مفهوم الحكي. كمان من الطرق اللي تعلمتها على الإنترنت طريقة القنينة، فأنا كنت فك الستيكر تاع القنينة وأعمل له سكان، فوت من الكمبيوتر أقدر أعدل على النص المكتوب اللي هي مرات بيكون المكونات، وأرجع أطبع على الستيكر ولزقها على القنينة. طريقة كمان أنا ابتكرتها، لو كتبت على ستيكر وحطيتها تحت الثياب فيك أي ما بدك تعلي ثيابك وبتشوف الكلام المكتوب، أكبر قطعة قد ما كانت فيك تكتبها على هاللزق. يعني حتى مجرد المحاولة حينما يحاول الطالب اللجوء إلى هذه الوسائل يظهر عليه من محاولات، يظهر عليه من التوتر أو من التعصيب أو محاولة اللف والدوران على الأستاذ. خلال ممارستي لمهنة التعليم لمدة تزيد عن 14 عاماً ضبطت العديد من حالات الغش، وكنت ألاحظ مع الوقت أن هذه الحالات من الغش الحياة تتطور زمنياً. فالحالات التي ضبطتها من أكثر من 10 سنوات الآن نجد أن هناك وسائل تقنية ووسائل حديثة وقد تطورت، بمعنى أن هناك تفنن في وسائل الغش. الحق اللي حط المناهج وما أعطانا إياها بالطريقة الصحيحة ولا العرض المناسب. لو كان انعرض لإلي الدرس هو ذاته
درس التاريخ مثلا على التلفزيون ببرنامج وثائقي، أنا كان ممكن استفاد أكثر بكتير ما أنه ينعرض بكتاب ومادة ناشفة وينطلب مني بهالطريقة أنه ينكتب كلمة كلمة. دايما بنسمع انه المرأة هي نصف المجتمع، انه المرأة هي المكملة للرجل وانها الرافعة للرجل. في بعض الناس بتحب تعطي المرأة دعم زيادة وبتقول وراء كل رجل عظيم امرأة. في المؤسسات كالعادة الرجل هو المدير ونائب المدير، والمرأة في احسن الحالات بتكون مديرة العلاقات العامة لانها لبقة ومقنعة. بس في رام الله المرأة غير شكل. إذاعة خاصة بالنساء، كل ما فيها بتعمله نساء. إذاعة فيها رجل واحد والباقي كله نساء، من المديرة للمحررة للمذيعة وحتى فنيات الصوت، وعشان هيك سميت الإذاعة نساء أفم. خلينا نشوف كيف لما المرأة بتدير المؤسسة من ألفها إلى ياءها. شو ثلاث دقائق ساعتنا في 96 نساء اف ام من رام الله والوسط 96.2 من الشمال. عجب فكرة انه نأسس راديو للنساء حتى يكون جسر تواصل بين النساء الفلسطينيات، كوننا منعيش وضع سياسي معين ما بنقدر نتصل مع بعضينا بسبب وجود الجدار والحواجز. وزارة الاتصالات كانت كتير شجعتنا انه نلاقي التردد اللي هو هذا اكبر تحدي كان لنا، لانه عندنا مشاكل هون بالترددات الراديو. بدت الاذاعه تبث رسميا بشهر حزيران 2010. النساء اف ام من رام الله، وصلنا لفقره حياتنا والصحه الجسديه النسويه. طبعا هو برنامج واحد اللي انا بقدمه باذاعه نساء اف ام، اللي هو البرنامج الصباحي اسمه قهوه مظبوط. الساعه الاولى اللي هي من 7 لل 8 بتعرف الناس بكونوا وقتها فايقين بجهزوا حالهم بدهم يطلعوا على شغلهم، الاميات بكونوا يجهزوا اولادهم بدهم يروحوا على المدارس، فبتكون اكثر فيها اللي هي المواضيع التغذيه، حاله الجو، الاخبار. كل يوم اربعاء عندنا ضيفه من المهجر، بستضيف فلسطينيه مقيمه بالمهجر. استضفنا فلسطينيات من هولندا، من سويسرا، من النمسا، من كوسوفو. مستمعاتنا ومستمعينا خليكم معنا متواصلين بباقي فقرات قهوه مظبوط على 96 نساء اف ام. وجود الرجال بنساء اف ام كثير مهم بالنسبه لنا. شغلي هون هي او المسمى الوظيفه تاعي مدير الانتاج والموسيقى، بكون بشكل رئيسي بتجهيز البلاي ليست اللي بنسميها الاغاني اللي بتشتغل على مدار 24 ساعه. في ناس عادي بيشوفوها وفي ناس يعني بتطلعوا لها انه يعني ايش اللي مشغلك انت براديو نساء، اللي اكيد كله نساء الموظفات والى اخره. نحن يعني بنعتبر انه الرجل شريك للمراه بالتغيير الاجتماعي او بالتطور. عندنا هون كل نظام بالاذاعه باذاعه نساء هو واحد اللي هو وان مان شو، يعني احنا اللي بنعد برامجنا واحنا اللي بنقدمهم، وحتى بالاستوديو ما بيكون حدا غيرنا، يعني احنا اللي بنعمل هندسه الصوت، احنا اللي بنطلب التليفونات، احنا اللي بنستقبل التليفونات. يعني نحن ما عم نحط ليميت او ما بنحط حد انه الرجل يكون معنا، لا لازم يكون معنا، لازم يبني معنا نساء، لانه هذه هي رسالة واحدة يعني للجميع للمجتمع ككل، ووجود الرجل معنا انه يعمل هالتغيير كثير مهم. راديو نساء، الموسيقى، التغيير، النجاح. فلان ساحر وفلانة ساحرة والعيون بتسحر، بس السؤال، هل السحر اللي منشوفه من قبل الساحر حقيقة أم خدعة؟ كتير من الناس اللي بيشتغلوا في السحر أو اللي بيقدموا عروض السحر بيرفضوا الكشف عن خدعهم البصرية. في منهم بوهم الناس بأنه الموضوع خارق للعادة وإله علاقة بالعالم الآخر. في برنامجنا وفي كل حلقة رح نكشف عن خدعة جديدة
الناس بتتفاجأ فيها أول ما تشوفها، بس هي في الحقيقة عبارة عن خفة وخدعة بصرية. خلينا نشوف. اليوم نزلنا برا علشان نصور واحدة من الخدع الكبيرة، واخترنا قاعة مغلقة عشان أكد لكم إنه راح تشوفوه مستحيل. بس في الطريق المخرج اللي بيحب الأرجيلة حب إنه نميل على محل محلين قبل ما نوصل القاعة. خلينا نشوف شو اللي صار. خلينا نزور هذا المحل. يلا. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ ان شاء الله مبسوط. سلمك. عرفني؟ ساحر. مظبوط. غلبك تيجي عندي شوي، بدي افرجيك شيء غريب اليوم. على فكرة المحل عندك كثير حلو. شكله انت من هواة الاسلحة؟ كديكور. تعرف عليك؟ يونس منها. اهلين. يونس، بدي اخليك تختار كارت اليوم. في معي شدة هون، أكيد تعرف أسماء الكارتات. طبعاً. كل الكارتات بيختلفوا عن بعض. بتقدر تشوف الكارتات هون. بدي أطلب منك تسحب أي كارت أنت بدك إياه من الشدة. أي كارت بدك تسحب. وفرجيها الكاميرا بليز، أنا ما بدي أطلع عليه. خد باقي الكارتات كلهم. حط الكارت اللي انت شفته جوا الشده. ايوه. وخربش قد ما بدك لحد ما انت تكون مبسوط. مبسوط هيك؟ طبعا. اوكي. اللي راح اجرب اسوي هلا اللي بدي الاقي الكارت تبعك. بس بطريقه شوي غريبه. بدي اطلب اذنك استعمل السيف الصغير اللي هون، ممكن؟ تفضل. كثير مهم انك متذكر الكارت. اه. طلع منيح. هاي الطريقة شوي خطرة، ليش رجعت لورا؟ خليك هون صح. واحد اثنين. كارت واحد. طلع معلم السيف. شو كان الكارت؟ أربعة هلا زي ما دائما تعودنا رح نكشف السر ورا واحدة من الخدع الكلاسيكية. كيف نخفي قطعة النقود هاي؟ أنا رح استعمل نص دولار، طبعا تقدر تستعملوا أي نوع من النقود الثانية. رح أغطيها بالكاس وهيك بتصير أصعب علي. هاي الخدعة بدها كتير تركيز. طبعا السحر بصيرش إلى تحت العتمة. رح أغطي الكاس والقطعة بالفويل هذا، وهلا بعمل واحد. خلينا نشوف شو صار. بعد هالقطعة موجودة لأنه ما ركزتش كثير. المرة الثانية بدها تركيز أكثر. كمان مرة بس أعمل هيك. هالمرة ركزت أكثر مما لازم، فبدل ما تختفي القطعة اختفى الكاس. وهلأ راح نكشف السر وراء اختفاء الكاس. طبعا نحتاج قطعة نقد، كاس من أزاز، وقطعة فويل أكيد موجودة في كل مطبخ. الفكرة كتير بسيطة، بنغطي قطعة النقد بالكاس. طبعا نحكي للناس إنه هذا الشيء بيعمل الموضوع أصعب علينا. والسحر ما بيصير لتحت العتمة. طبعا هذا السبب اللي راح بسببه نستعمل قطعة الفويل. قطعة الفويل لها خاصية معينة لأنها بتاخد الشيب والشكل تبع أي شيء موجود تحتها. أول مرة نعمل حركة سحرية، أي حركة، ونتطلع نشوف إنه بعده ما صار شيء. في اللحظة هاي نترك الكاس يوقع
بين اجرينا. طبعا هون ما في شيء، بس لانه الشكل الخارجي بيمثل الكاس، الناس بعد راح تعتقد انه الكاس موجود هون. نعمل الحركة السحرية كمان مرة. الكاس اختفى. هذا السر وراء خدعة اختفاء الكاس. بليز ضل بيننا. وصلنا لفقرة اليوتيوب. كتير منسمع بدهن الهوا بويا، وكتير منسمع بيمأمنا للرجال يمأمنا للمي بالغربال، والسبب انه المي عمرها ما كانت ثابتة، واكيد ما حدا بيقدر يمسك المي بغربال. بس تخيلوا لما بركة المي تتحول للوحة فنية ومكان فوق الانسان بيقدر يبدع بريشة وبألوان. تخيلوا لما الماء يتحول للوحة فنية فيها كل الألوان. خلينا نشوف كيف الانسان بيقدر يبدع فوق الماء ويرسم بأحلى الألوان. لقاءنا لليوم انتهى، بس على الوعد انه نكون في الحلقة القادمة معاكم في فنون جديدة وعيون جديدة. الى ان يحين الموعد، الى اللقاء.